وهذا يؤكد حديثنا وما تحدث به كابتن الكبير ابو علي حول انه امكانيه الانضباط اللي متوفره لدى المنتخب البرتغالي لدى المنتخب المغربي حتى. الانضباط شوف حتى الان لو نتحدث عن الشوط الاول، الحياز اللي لدى المنتخب البرتغالي 66 مقابل 34 للفريق المغربي. نعم. بالارقام هذه بالارقام من شوف هذه الحياز الكبيره لدى المنتخب البرتغالي على المنتخب المغربي. من الطبيعي انه الفريق المغربي لعب بالحاله الدفاعيه بانضباط دفاعي متمكن جدا، لكن ترجع لمساله اخرى، لو نرجع نجرد الهجمات اللي حصل عليها تكاد تكون نوعا ما ما نقول خطورتها نسبيه بين انه تصل له خطره هجمه ممكن تسجل وليست لا هجمات ممكن كانت تصير بها اهداف للفريقين. نشوف الشوط الاول للفريق المغربي رغم الدفاع ورغم الحيازه البسيطه اللي عندهم مقارنه بالمنتخب البرتغالي، لكن الهجمات المرتده قدر يوصل حوالي 4 إلى 5 مرات يوصل الى مرمى الفريق البرتغالي. بنفس الوقت المنتخب البرتغالي بالحيازه الكبيره بالحيازه بنسبه 66 حيازه ايضا وصل هو نفس الهجمات اللي وصل بها 5 هجمات تكاد تكون يعني مواجهه الحارس او تكاد تكون ممكن كانت فرصه ذهبيه قابله للتهديف. نعم. قابله للتهديف. نعم. 5 هجمات بالشوط الاول. من هذه 5 هجمات قدر الفريق المغربي انه يحصل على هدف، وطلعت الشوط الاول الفريق المغربي متفوق على الفريق البرتغالي بهدف، رغم انه قلنا احنا الحيازه رقميا هي ما تعني شيء، ربما تكون حيازه سلبيه انه تفر تدوير للكره وما تقدر تتحرك ولا تقدر تسوي كرات جانبيه، بالوقت نفسه اكو انضباط دفاعي قوي جدا حال دون انه هذه الحيازه تكلل بانه ممكن يحصل هدف.